اخيرا وبخصوص كاس السوبر الافريقي، انا بس عايز او حابب ان انا اطمن حضراتكم واطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله المباراه هتبقى في موعدها المعلن من الكاف يوم 22 ديسمبر الحالي، ان شاء الله هتبقى في الدوحه ومفيش اي تغيير في الميعاد. كمان هيتم فتح باب القيد استثنائي للنادي الاهلي وللنادي الرجاء المغربي الشقيق لقيد الصفقات الجديده، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، بطوله جديده ان شاء الله، ان شاء الله عاوزين هذه البطوله تكون في دولاب النادي الاهلي.